طبعا يعني انت على الورق لو واحد مكان واحد، يا مثلا مثلا لو جيت قلت لك مثلا ايه المنتخب محتاج زيزو ولا لا، هتقول لا هو في صلاح مش محتاج زيزو، بس يجي فيتوريا او كيروشي يوظف زيزو 8 في كده اللي كلامك والكلمه دي اتكررت حتى في صفقه مروان عطيه. قال لك الاهلي مش محتاج مروان عطيه. لا خالص انا كنت هنا مع كريم. لا لا مش مش كلام عليك انا فاهم انا فاهم بس كتير كانت بتقول اسمع بس لا لا طب اسمعني اصل ابو علي عايز ياخدنا في سكه ايه ان كل صفقه الاهلي بيجيبها بنقول لا مش محتاج. لا لا انا ما قلتش كده. مروان عطيه طب هقول لك بس مروان عطيه الكل كان شايف ان الاهلي اكيد في احتياج لان مع عمرو السوليه سنه وان عمرو كمان مستواه بس بقول لك اللي كان خلاص لا لا سيبه يقول وجهه نظره واللي كان بيتقال يا كريم اتفضل. الاهلي عنده السوليه وديانج وحمدي حد اصلا من دول هيقعد احتياطي على فكره انا من مروان عطيه بالمناسبه هيقدر يقعد لو هواري ما قالش كده فانا قلت كده قلت الاهلي المركز ده مليان عنده بالظبط ده غير كمان اكرم توفيق لما يرجع بالسلامه فهو بيلعب المركز عادي قالوا ان الراجل بيلعب قفشه وقندوسي اصلا 8 صح يعني ما هو اصلا ما بيستخدمش حد 10 وبيلعب بحمدي فتحي ساعات بيخليه يزيد مظبوط مظبوط يعني الناس كلها كانت بتقول نفس الكلام لكن رضا سليم اتسالنا انا بقى الاهلي محتاج رضا سليم لا محتاجه انت في لحظات ممكن تفقد اي حد من اللعيبه الاجنحه اللي عندك ويمكن الابرز في فرقه الاهلي دلوقتي بيرسي تاو وحسين الشحات وعبد القادر على فترات صح لو واحد فيهم مع فريق بحجم النادي الاهلي بيشارك في 4-5-6 بطولات في السيزون اتصاب انت في ورطه انت داخل مثلا تلعب سيمي فاينال افريقيا او فاينال افريقيا وبيرسي تاو الله لا قدر مثلا اتصاب فانت لا عندك بديل عندك رضا سليم ممكن اقول لك وجهه نظر بقى نظر مختلفه عن كل ده انه الاهلي تحديدا الموسم اللي جاي عنده ضغط مباريات مرعبه ده اللي انا كنت بتكلم فيه وعنده سوبر ليج وعنده دوري ابطال افريقيا ودوري السوبر دوري السوبر قدام اتحاد العاصمه بالظبط وتكمله الكاس بالزبط. وعنده الدوري وعنده دوري ابطال افريقيا كاس عالم انديه كاس عالم انديه وترجع انت محتاج جيش من اللاعبين المميزين طبعا. يعني محتاج يبقى رقم واحد زي رقم اثنين حرفيا وده كان اكتر حاجه بتميز مستر مانويل جوزيه صح كان بيبقى عنده دايما في كل مركز 2-3 لعيبه مستوى متقارب صحيح ومجهزهم صحيح لعيب بيتصاب لعيب بيغيب لعيب بيتوقف فدي ميزه او من مميزات الفرق الكبيره ان يبقى عندك لعيبه في كل مركز 2-3 لعيبه مستواهم قريب من بعض.